السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بقناة عالم الخيوط. رح نبدأ اليوم ونعمل الجزء الثاني للدبدوب واللي هو الجسم. رح نبدأ بالبداية ونعمل دائرة سحرية. نعمل عقدة البداية، نغير دائرتنا شوي ونحط بالدائرة السحرية 6 حشو، 1 2 3 4 5، هاي 6 حشو. احنا رح نسكر الدائرة عنا مظبوط، فينا نحط هلا الماركر. الدور الثاني رح يكون عندي تزايد بكل الغرز، فوق كل غرزة رح نعمل تزايد، هي عبارة عن غرزتين كل غرزة. بنهاية الدار رح يصير عندي 12 غرزة. هي خلص معي الدار الثاني. الدار الثالث رح يكون عندي حشو تزايد، تكرار 6 مرات لنهاية الدار. أول غرزة رح تكون حشو، ما ننسى نحط الماركر. ثاني غرزة رح تكون تزايد، رح نكررهم 6 مرات لنهاية الدور. رح ينتهي هيدا الدور عندي ب 18 غرزة. هلا عندي أنا الدور رقم 4، رح يكون عندي 2 حشو تزايد، بنحط الماركر. رح نعمل حشو والغرزة الثالثة تزايد، رح نكررهم كمان 6 مرات لحتى ينتهي عندي الدور. هذا الدور رح يخلص معي ب 24 غرزة. هي وصلنا لنهاية الدور. هلا رح نبدأ بالدور رقم 5، ورح يكون عندي 3 حشو تزايد، 1 2 3 حشو تزايد، رح نكررهم 6 مرات لنهاية الدور. رح يخلص معي هيدا الدور ب30 غرزة. صرنا هلا عند الدور رقم 6، رح نعمل 4 حشو تزايد، 1 2 3 4 تزايد، رح نكررهم 6 مرات لنهاية الدور. رح يصير عندي 36 غرزة. وصلنا لعند الدور رقم 7، رح يكون عندي فيه 6 حشو تزايد، 5 حشو تزايد، 1 2 3 4 5، والسادسة رح تكون تزايد. رح نكررهم 6 مرات، 5 حشو تزايد، رح ينتهي هذا الدور معي ب 42 غرزة. هلا عندي الدور رقم 8، رح يكون عندي فيه 6 حشو تزايد. هذا الدور رح يكون آخر دور تزايدات، رح نعمل 6 حشو وبعدين التزايد، بيخلص عندي دور التزايدات ونبدأ بأدوار الثبات. رح نكرر 6 حشو تزايد لنهاية الدور، وهذا الدور رح يخلص معي ب 48 غرزة. وصلنا عند الدور رقم 9، هلا عندي انا من الدور رقم 9 للدور رقم 13، يعني عندي 5 ادوار، رح يكونوا ادوار ثابتين على 48 غرزة. 5 ادوار ثبات على 48 غرزة في كل سطر، رح يكون عندي 48 غرزة. رح اعملهم انا ورا الكاميرا وارجع لكم. وصلنا عند الدور رقم 14،
رح نبدأ بالبداية الدور رقم 14، رح نعمل 15 حشو، رح نحط الماركر ما بننسى، رح نعمل 15 حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، هي 15 حشو. رح نعمل هلا حشو تناقص تكرار 6 مرات، يعني حشو تناقص هي أول مرة، حشو تناقص هي ثانية مرة، حشو تناقص ثالث مرة، حشو تناقص هي رابع مرة، حشو تناقص هي الخامس مرة، وحشو تناقص هي سادس مرة. لنهاية الدور رح يبقى عندي 15 حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، وهي 15. هيدا الدور رح ينتهي معي ب 42 غرزة. عندي هلا الدور رقم 15 رح يكون دور ثابت على 42 غرزة. رح اعمل ورا الكاميرا وارجع لكم. وصلنا عند الدور رقم 16، رح نبدأ نعمل بالبداية 15 حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، هي 15 حشو. هلا رح نعمل 6 تناقصات، هي اول تناقص، ثاني تناقص، ثالث تناقص، رابع تناقص، هي خامس تناقص، وهي سادس تناقص. لنهاية الدور رح يضل عندي 15 حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، وهي 15 وآخر غرزة. هلأ الدور رقم 17، رح يكون عندي دور ثبات على 36 حشو. رح أعمل ورا الكاميرا وأرجع لكم. وصلنا عند الدور رقم 18. بالدور رقم 18 رح نعمل نحنا تناقصات، بس رح تكون تناقصات ثلاثية، رح نبدأ فيهم للتناقصات الثلاثية. الدور رقم 18 رح يكون عندي 10 حشو تناقص تكرار 3 مرات. رح نحط الماركر ونعد، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بعدين تناقص. رح نكررهم لسه مرتين، عملنا أول 10 حشو تناقص، بعدين رح نعمل 10 حشو تناقص، بعدين 10 حشو تناقص، لنوصل لعند الماركر. هيدا الدور رح ينتهي معي بثلاثة وثلاثين غرزة، رح خلصه وارجع. الدور رقم 19 رح يكون عندي دور ثابت على 33 غرزة. الدور رقم 20 رح يكون عندي 9 حشو تناقص تكرار 3 مرات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تناقص، رح نكررهم لنهاية الدور، رح يصير عندي 30 حشو. الدور رقم 21 رح يكون عندي دور ثابت على 30 غرزة. دور ثابت على 30 غرزة. وصلنا لعند الدور رقم 22، رح يكون عندي 8 حشو تناقص تكرار 3 مرات، 1 2 3 4 5 6 7 8 تناقص، رح نكررهم 3 مرات لنهاية الدور، رح يصير عندي 27 حشو.
دور رقم 23 رح يكون عندي دور ثابت على 27 غرزة. وصلنا عند الدور رقم 24 رح يكون عندي 7 حشو تناقص، كمان تكرار 3 مرات، وهيدا الدور رح ينتهي معي ب 24 غرزة. هي 3 4 5 6 7 تناقص، رح كررهم لنهاية الدور، رح ينتهي معي ب 24 غرزة. الدور رقم 25 وهو آخر دور بالجسم رح يكون عندي دور ثابت على 24 غرزة. رح نشتغل فوق كل غرزة غرزة بدون تزايد وبدون تناقص على 24 غرزة. هيك نحن بعد ما خلصنا الجسم وحشينا، طبعا الأقدام رح تكون هون، وأنا سبق وحكيت من شان الأقدام المفروض نحنا نوصلهم بهيدا الشكل هيك، وفينا نحنا نعملهم أطول شوي ونوصلهم هيك على جنب، والإيدين رح تكون عند الرقبة من فوق. طبعا نحنا ما رح نقص هيدا الخيط لأنه نحنا رح نكفي فيه الرأس، رح يكون الجسم والرأس متصلين ببعض. هيك نحن وصلنا لنهاية فيديو اليوم وعملنا الجسم، إن شاء الله يكون شرحي واضح، ولو عندكم أي استفسار فيكم تكتبولي بالتعليقات، وبترون جسم الدبدوب مكتوب بالوصف، فيكم تدخلوا وتشوفوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.